غيرت معالم التاريخ وشكلت خطوة على طريق النصر في الحرب الوطنية العظمى. تلاحم الشعب مع الجيش أبشر مخططات النازيين وأطماعهم، ليعودوا الآن في محاولة لتكرار نفس الإيديولوجية النازية عبر أحفاد هتلر من أتباع بانديرا، لجر ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا، متناسين أن الرد الروسي سيكون مختلفا ومؤلما ولن يقتصر على المدرعات. من الواضح أن من يجر الدول الأوروبية وألمانيا إلى حرب مع روسيا ويعلن عن ذلك بوصفه أمرا واقعا دون أي شعور بالمسؤولية ويعول على هزيمة روسيا في ساحة القتال، من الواضح أنه لا يعي أن الحرب مع روسيا الحديثة ستكون بالنسبة له مختلفة تماما. لم نصل دباباتنا إلى حدودهم، لكن لدينا ما يمكننا الرد به، ولن يقتصر ردنا على استخدام المركبات المدرعة. 80 عاما تمر على كسر ستالينغراد إرادة النازيين وتدمير حشد عسكري ضخم للجيش الألماني. أكثر من 100 يوم من المعارك التي انتصر فيها الجيش بمعنوياته العالية. تفاني حماة ستالينغراد تذهل العالم وتجعل من الواجب احترامهم بأقصى درجات الوعي والحفاظ على ذكراهم بتسليم هذه الحقائق للأجيال المقبلة ومنع تحريفها من قبل الحاقدين. بالنسبة لمن يهددنا، من الواضح أنه لا يعي الحقائق البسيطة. أبناء شعبنا رضعوا من أمهاتهم تقاليد أجيال النصر التي بنت الوطن بالدماء والتضحيات وأورثتنا إياه. صمود المدافعين عن ستالينغراد بالنسبة لقواتنا المسلحة وبالنسبة لنا جميعاً هو أهم نهج قيمي، وجنودنا وضباطنا يؤمنون به. استمرارية الأجيال والقيم والتقاليد هي ما تميز روسيا وتجعلنا أقوياء وواثقين من أنفسنا وفي صوابنا وانتصارنا. الشعب الروسي تشرب الانتصار بفعل تضحيات جسيمة كتبها الأجداد بالدم والعرق، ولن تكون ستالينغراد إلا واحدة من أي مواجهة محتملة.